الاقتصاد والمال قد ما سمعوا آراء ومعلومات واقتراحات وبرامج حلول. لكن اليوم لا الموازنة عادة تكفي، ولا الورقة الإصلاحية بتكفي، ولا هالبيان الوزاري بيكفي، وبالكاد برنامج سادر إذا قلع بيفتح الطريق لنقلة اقتصادية واستثمارية. نحن بلبنان مش بجزيرة اقتصادية، بمعزل عن دعم الأصدقاء والدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وبغياب الثقة مع الأشقاء العرب وتحديداً مع مصر والسعودية والإمارات والكويت وباقي دول الخليج. يلي شايف غير هيك خليه يجرب. يلي شايف غير هيك خليه يجرب كل النظريات الاقتصادية. نحن لا بدنا نغش اللبنانيين ولا بدنا نعمل سباق شعبوي. فينا نعرف كيف بنعمل سياحة بلا العرب والمواطن الخليجي، وفينا نفهم كيف بنفتح أسواق للإنتاج اللبناني بدون الأسواق العربية والخليجية. يلي بيستفيد من فرص عمل اللبنانيين بالخليج بوقت في مين فاتح حسابه مشاكل يومية مع هيدي الدول. مصريات إيران الكاش بتحل أزمة حزب، ما بتحل أزمة بلد. الدولة ما عاد ممكن تمشي بالمفرق بدون سياسات واضحة وبدون مصالحات جدية مع الشعب اللبناني ومع الدول العربية ومع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية. أخيراً اسمحوا لي أختم بالبيت الداخلي. نحن أمام مرحلة جديدة، وتيار المستقبل أمام تحديات مصيرية على مستوى الخيارات السياسية والمستوى التنظيمي، والأهم على مستوى العلاقة مع الجمهور واسع بكل لبنان. وبكل صراحة في ملاحظات وانتقادات وصلتني من كل المنسقيات والمناطق، ومن حزبيين ومناصرين بيطالبوا بتغيير أساليب وأدوات الشغل. عمين قال مش مقبول يشتغل تيار باللحم الحي ويكون ملجأ لمتسلقين ووصوليين ومستوزرين. بعد الانتقادات موجهة إلي شخصياً ولحالة الانقطاع بين القيادة والقاعدة، وفي شباب وصبايا قالوها بوجهي وطلبوا مني حضور أوسع بشغل التيار. هلا ولا واحد فيهم بيعترف من الأحزاب الثانية إنه عم يرجع يعمل دير. قراري واضح، التغيير بالتيار، التغيير وإعادة الهيكلة. المؤتمر العام للتيار رح ينعقد بالأشهر الجاي، وبتنتخبوا قيادة جديدة بتكون شريك فعلي بالقرار السياسي والتواصل المباشر مع الجمهور. مش سر أبداً إنه الأزمة المالية انعكست على أنشطة التيار وشدينا الحزام على الآخر، واضطرينا لوقف مؤسسات إعلامية وصحية وخدماتية اشتغل فيها لسنوات شباب وصبايا من أخلص الناس. وبهمني يعرف كل واحد ووحدة إلهم حقوق بمؤسساتنا إنه ما ممكن أنسى حقوق الناس مهما قسيت علي الأيام. بالنسبة للتيار أنا المسؤول وأنا المعني الأول بتوفير شروط العمل، وهيدا أمر بدي كفي فيه شو ما كانت الكلفة وشو ما يقدرني عليه رب العالمين.
طبعا راح تضلوا تسمعوا مزايدات، لكن في امر لازم يكون واضح. اختلفت مع 80% من السياسيين حول امور داخليه واقليميه، وكنت على تناقض تام مع احزاب ورئاسات حول دور ايران بالمنطقه وتدخلها بشؤون لبنان والعراق وسوريا واليمن ودول الخليج. وموقفي كان حاسم بموضوع رفض التطبيع مع النظام السوري ورفض التطاول على الدول والزعامات العربية والتورط بحروب المنطقة. لكن هيدا ما بيعني اترك البلد للمجهول واخذ حرب سوريا نموذج لتغيير المعادلات بلبنان. إذا كان مصيري السياسي مرتبط بخيار منع الفتنة ومنع تكرار الحرب الأهلية، أهلاً وسهلاً. أنا بكل صراحة ما ممكن اختار الفتنة، أولاً لأني ابن رفيق الحريري وشغلتنا العمار مش الدمار، وتاريخنا تعليم الشباب والصبايا مش حرقهم، وثانياً لأنه تيار المستقبل حيطه مش واطي وما بيشتغل لخدمة أجندات حدا من القوى السياسية. المزايدين ثم المزايدين فيهم يحكوا ويعملوا خطابات، بس الحكي عليهم والكلفة علينا وعلى دار الفتوى وعلى الطائفة وعلى جمهور تيار المستقبل. وهون بدي أقول كلمتين للطائفة السنية عموماً لجمهور تيار المستقبل عن شعور الإقصاء أو شعور إنه وحده ممثلهم بالتركيبة هو يلي دفع الثمن وظهر من رئاسة الحكومة. أولاً أنا ظهرت بإرادتي. الديمقراطية ما بتمشي من دون مسؤولين ديمقراطيين، مسؤولين بيسمعوا صوت الشعب، صوت الناس. أنا سمعت صوت الناس. الناس طالبت باستقالة الحكومة، قدمت استقالتي. الناس طالبت بحكومة تكنوقراط من خارج الأحزاب، ولما شفت نوع الحكومة يلي عم تتركب قلت بصراحة ما بدي اتسمى. غيري شو بيعمل هيدا شأنه، ومش رح زيد كلمة على كلام مطران بيروت من كم يوم بعيد مارمارون. ثانيا أنا قاعد، أنا مش رايح لمحل، أنا باقي ببلدي وببيتي وبين أهلي وبالعمل السياسي كمان. ثالثاً تيار المستقبل بيه وإنتو مش حبتين. رابعاً أهل السنة من أساسات هالبلد وهالمجتمع، وأهل السنة باقيين ومش رايحين لمحل. خامساً اللبنانيين الأحرار الوطنيين السياديين يلي بدهم بلد بليق فيهم وبأولادهم باقيين وما حدا قادر يهول عليهم بشي. وأخيراً لأرجع للسؤال الأول، لو كان رفيق الحريري معنا وسامع صرخة الناس شو كان عمل؟ كان برم الدنيا بالطالع والنازل لوقف الانهيار. وأنا بوعدكم وين ما كان موقعي السياسي مش رح خلي سبيل ولا طريقة، ورح أبرم العالم لدافع عن لبنان وعن اللبنانيين وكلنا سوا مع بعض معكم أنتو بإذن الله رح نواجه الصعوبات ونوقف بوجه الأزمات ونطلع من الانهيار، ونقول لكل الناس أنه بعد 15 سنة مش بس رفيق الحريري باقي، رفيق الحريري مبلش من أول وجديد. عشتم وعاش لبنان.